تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلسة اليوم بالتهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك وعيد العمال. تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديد من الأعياد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، شم النسيم، عيد تحرير سيناء، عيد الفطر المبارك، وأخيرا عيد العمال. فباسمكم جميعا وباسمي نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد الغالية على نفوسنا جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد والمناسبات على الشعب المصري مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهار على مصرنا الغالية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل عام وأنتم بخير.